عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم سلطان القحطاني. الحين في جناح اسس نوريكم اللي هو اسس ترانسفورمر برايم، جهاز اللي هو موديل TF201، الإصدار اللي أول واحد من سلسلة ترانسفورمر. فالجديد هنا أنه تصميم جدا نحيل زي ما تشوفون، الكاميرا عندنا هنا 8 ميجا بكسل، فتحة العدسة 2.2، ففتحة العدسة جدا كبيرة تعطيك مجال للتصوير بشكل أفضل. مصمم الجهاز بشكل كامل من المعدن، يدعم اللغة العربية لما ينزل إن شاء الله ب 2669 ريال سعودي من بوابة الحاسب. تقدر تستخدمه طبعا كجهاز لوحي كامل أو إنك تشبكه بلوحة المفاتيح. المهم إذا استخدمت الجهاز هذا راح يعطيك بطارية، وهذا يعطيك أيضا دبل في ساعة البطارية نفسها. فالفكرة يعني أنا كوجهة نظري إنه أفضل يكون هذه الفكرة إنه يكون أكثر عملي من هذه الناحية. الشاشة سوبر IPS، درجة وضوح جدا ممتازة اللي هي 1280x800، صح إنها ما هي بالدرجة المطلوبة، لكن زوايا العرض اللي فيها IPS اللي فيها جدا ممتازة. لو تلاحظ حتى لو كان من هنا أو من هنا راح يعطيك نفس النتيجة. لوحة المفاتيح ايضا فيها مزوده بعده منافذ زي ما تشوفون، منفذ اليو اس بي، منفذ الذاكره الخارجيه، في عندك اللي هي ايضا منفذ اخر لكنه حاطينه عشان يشحن الجهاز. لوحه المفاتيح مخصصه بنظام الاندرويد رقم 4 اللي هو ايس كريم ساندويتش. فهذا كل ما لدينا، كان معكم اخوكم سلطان القحطاني من موقع تقبل الحدود. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.